اسمه ايه و ايه كنت حلو جايبين الهدوم منين؟ كنت رايحة فين بالهدوم دي؟ ما رديتش عليهم. ايه طلعنا على المكتب تاني ودخلنا المكتب ده التاني وبعدين ايه بسم الله. انا زوجة المختطف احمد محمد محمود قشفة، عمره 49 سنة، والد الاول لاربع اولاد، ولدين وبنتين، بيشتغل نجار عند ورشة موبيليا. كان خدمة للناس، كان عامل كان بيخدم الناس، بيعمل لهم يشوف المشاريع اللي الحاجة اللي بتنفع الناس بيعملها. من ضمن كان عامل جمعية للخبز، توزيع الخبز، وكان بيخدم فيها الناس. وكان هو أيام مشروع الأنابيب كان بيجيب أنابيب يوزعها للناس بسعر رمزي بدون أي فايدة. وبعد كده بدأ يوم تم كان خارج في يوم من العمل يوم كان يا محمد يوم واحد واحد يوم واحد واحد لأن تم اختطافه. تم لقيته كان واخد بنته يفسحها، وهو أثناء خروج رجع من العمل في اليوم ده. المفروض كان هيبقى في البيت الساعة 8 أو 9 بعد العشاء. لقيت قالنا على التليفون، اتأخر قالنا على التليفون ما بيردش عليا. انتظرت شوية ما فيش فايدة، وبعدين بعد فترة لقيت في ناس بتتصل عليا بتقول لي ان زوجك تم اختطافه من كمين العلم. بعد كده طب انا مش عارفه اعمل ايه، بدات اتصل على ناس عشان لان كان معايا البنت الصغيره بقيت قلقانه عليها كمان. اتصلت على ناس اعرفها في الاسلام بيقول لي محدش جه في الكمين اللي انت بتقول عليه ده. وفضلتنا الفتره ديت للساعه حوالي 3 الفجر او 2 او 3 الفجر. لقيت في ضابط الله يكرمه بيتصل عليا بيقول لي تعالي بنتك موجوده تعالي استلميها. رحت استلمتها من عندي اسم تاني، فانا مش عارفه دلوقتي. وبساله على بقول له طب والدها فين؟ قال لي هو موجود في طنطا وهيكون هنا بكره ان شاء الله على المغرب. رحت قعدت طرقت الابواب اسال، رحت لجميع الاقسام في المحل يقول محدش جه موجود. رحت اسم اول واسم تاني للشعب، كل ما يقول لي حد يقول لي على مكان راح اسال فيه يقول لي محدش هنا. رحت طنطا قالوا لي طيب ممكن يكون هناك في الامن الوطني او فينا. رحت هناك في طنطا كذا مكان ما مش موجود. طب انا عايز اعرف دلوقتي زوجي فين؟ البنت استلمتها، طب هو والبنت بدليل ان انا خدتها من الظابط من الاسم، طب هو فين؟ عايز اعرف هو فين؟ ان كان على حاجه بيقول على قضية. طب القضيه دي مش المفروض ان هو القضيه ان هو المفروض ان هو يتقدم للمحاكمه لو هو على اي حاجه تعمل. طب انا عارف هو فين مش موجود. ورحت للمجمع كذا مره وعملت شكاوي وقدمت شكاوي وبلغت ان انا اعرف هو فين، مش عارف. عايز اعرف بس هو فين، وانا شايف ان المسؤولين عن الشيء ده ان هم يعرفون هو فين، ان كان على قضيه على اي حكم يتقدم للمحاكمه. يعني انا بروح مجمع المحاكم كل يوم اقول يمكن جاي في عربيه الترحيل ما بلاقوهوش. رحت كذا اسم بروح على الاسم بلف على الاسم هنا وفي طنطا مش لاقيه. كل ما اروح مكان يقول لي ايه اللي هيجيبه هنا، اللي يتكلم يقول لي ممكن يكون ادم هو من المحل او من اسمه كمان عندكم في الاسم، الاسم اللي تابع له. رحت الاسم اللي تابع له مره واثنين وثلاثه يقول لي ما حدش عندنا. عايز اعرف هو فين. دي اللي انا بطلبه، بس انا عايزه اطلبه.